فرشاة البعصرة سكتر برش. تسمح فرشاة البعصرة برش الأشكال داخل مساحة العمل، وتتميز هذه الأشكال أنها ذات نقط وخطوط متجهة يمكن تحريكها وتعديلها، وبالبرنامج أشكال متعددة مع إمكانية التحكم في مستوى عشوائية حجمها وتدويرها وألوانها. كما يمكن نسخ أحد الأشكال وإعادة رش نسخ متعددة من هذا الشكل، كما يمكن نسخ شكل متحرك فيتم بعثرته بالتحريك العشوائي. ننقر على أداة فرشاة البعثرة سكتر برش، ومن قائمة الأشكال نختار بوبليس الفقاعات، ومن الخانتين دول نحدد الحد الأدنى والحد الأقصى للحجم. نلاحظ البعثرة العشوائية للأحجام والألوان والتدوير، نغير نسب الحجم ونقارن الفرق. نفتح قائمة الأشكال ونختار Insects الحشرات، ونلاحظ أن كل شكل مكون من نقط وخطوط متجهة، أي يمكن إجراء عمليات التحريك عليها. نختار مجموعة Landscape صور الطبيعة، ويمكن التحكم في درجة تدوير هذه الأشكال. نفتح قائمة خيارات البعثرة، ومنها نغير درجة عشوائية التدوير، نخليها صفر يعني بلا تدوير. نلاحظ بعثرة الأشكال ظهرت بدون تدوير. نختار مجموعة ليفيس أوراق الشجر، نغير درجة التباعد spacing ونخليها مثلا 2. نلاحظ النتيجة تباعد المسافات بين الأشكال، ومن الخانتين دول نتحكم في مستوى عشوائية ألوان التعبئة وألوان الحدود. نختار مجموعة الحروف letters ونلاحظ تغيير درجات الألوان. نختار sea life حياة البحار، ويمكن تفعيل الانعكاس الأفقي لتظهر بعض الأشكال منعكسة أفقيا ضمن العشوائية. نلاحظ ظهور بعض الأشكال في الاتجاهين الأفقيين، ويمكن تفعيل الانعكاس الرأسي فتظهر بعض الأشكال في الاتجاه الرأسي. نلاحظ بعض الأشكال مقلوبة. نختار سموك الدخان، ونلاحظ إمكانية ظهور تأثيرات التعبئة على الشكل مثل الزغللة. آخر مجموعة في القيمة وهي ستارس النجوم. ويمكن رسم شكل يدويا ثم رشه باستخدام فرشاة البعثرة. نرسم مستطيل مثلا، ونفتح قيمة Edit وننسخه كوبي، ونفتح صفحة جديدة وننقر فرشاة البعثرة، ومن قائمة الأشكال نختار آخر أمر في القائمة وهو الشكل المنسوخ بالحفظة Use Clipboard، وهو المستطيل في حالتنا. نضبط خيارات البعثرة ونسحب بالماوس فتظهر المستطيلات مختلفة الأحجام والألوان والتدوير، ويمكن أيضا عمل حركة فتقوم الفرشاة بالتحريك المبعثر أيضا. نعمل مثلا تحريك بسيط للمستطيل على خط الزمن، ننسخه من جديد، ونفتح صفحة جديدة ونرش بالفرشاة، وعند التشغيل بلاي نلاحظ ظهور تحريك عشوائي لنقاط المستطيل. ولمشاهدة تطبيقات عملية لتحريك البعثرة يرجى مشاهدة هذا الرابط وما يستجد من روابط أسفل الفيديو.